نقطتان تميزان الدورة 21 للمؤتمر الدولي حول المناخ الذي افتتح في باريس اليوم. أولا لأن هذه الدورة هي الأكبر مقارنة بسابقاتها، لأنها تعقد في حضور 155 رئيس دولة وحكومة، ما يشكل منعرجا نحو اتفاق تاريخي للحد من الاحتباس الحراري. ثانيا فإن المؤتمر يعقد في ظروف استثنائية بالنسبة لفرنسا والعالم من جراء التهديد الإرهابي. لا يمكنكم موازاة مكافحة الإرهاب مع التصدي للتغيرات المناخية، إنهما تحديان عالميان علينا مواجهتهما. مسؤوليتنا إزاء أولادنا أن نحافظ على كوكب محمي من الكوارث. علينا أن نقرر هنا في باريس مستقبل الكرة الأرضية. على الرغم من أن حالة الطوارئ الأمنية تخيم على أجواء المؤتمر، فإن المؤتمرين عقدوا العزم على ضرورة التوصل إلى اتفاق تاريخي لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري لتجنب نتائج قد تكون كارثية على الكرة الأرضية، خاصة وأن عام 2015 سجل على أنه الأكثر حرارة في كوكبنا. أثبت عام 2015 أنه الأكثر حرارة على الإطلاق. هذا يعني أن لا حصانة لأي دولة مهما كانت فقيرة أو غنية، صغيرة أو كبيرة، من تأثيرات ذلك. لكن بإمكاننا تغيير الوضع فقط إذا كنا على قدر المسؤولية. الولايات المتحدة تدرك المشكلة ومصرة على تحمل المسؤولية لحلها. الطموحات كبيرة لتفادي الفشل كما حدث في قمم الأمم المتحدة المناخية السابقة، لذلك فقد حثت كل المداخلات على ضرورة الالتزام بالمقررات، خاصة مساعدة الدول النامية على مواجهة تأثيرات التغير المناخي ومراقبة خفض انبعاثات الغاز. مثل هذا الزخم السياسي لن يتكرر. أحثكم على توجيه وزرائكم على إبداء المرونة وتقديم التنازلات لاتخاذ إجراءات جريئة لحماية كوكبنا، وينبغي أن يكون اجتماع باريس نقطة تحول توافق فيها الدول على تبني اتفاق نهائي يحد من انبعاث الغازات وتغير المناخ. إذا كان قادة العالم قد حضروا إلى باريس لإعطاء دفع لإنجاح مؤتمر المناخ، فإنهم هنا أيضا لدعم فرنسا ضد الإرهاب بعد حوالي أسبوعين من اعتداءات باريس. ملكة لشاني لتلفزيون الحرة باريس.